يسعد لي صباحك ستنا. اهلا 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 مدام دينا، واخيرا طلع لنا هالمقابله اللي مدري قد ايه صار لي بنطرها. تفضلي عادي. مستعجلة كثير، اذا بتريد قلي شو بدك بسرعه. ولا معقول تكوني عنا وما نضيفك شيء؟ يا سامر حبيبي هون هون اثنين قهوه. طيب قهوه. طلبي ولا شيء؟ بس بدي بارك. باركت لي على التليفون، فيك تعطيني من الاخر عم المعروف؟ بدي تصريح منك يجيب يونس جبران بالارض من الاخر. تصريح شو؟ انت بتعرفي انه الطعام بقرار الاخلاء رفض؟ هلا عم بعرف منك. بتعرفي انه هيدا الشيء بيعني انه يونس جبران رح يرجع يعيش حرا طليق وكانه ما عمل شيء؟ ايه بس لو في ادله عليه كان بقي محبوس. لا هيدا اللي بدي وصلك لإله. كرمال هيك بدي منك تصريح مثل النار يهز الرأي العام. قضية تمارا سالم لازم تصير قضية رأي عام. إيه بس أنت بتعرف ظروفي، موقفي ما بقى كثير قوي مثل قبل. بالعكس، تصريحاتك هي اللي بدها تفيدك بهيدي الظروف. كيف؟ مدام دينا، يونس أول عآخر رح يعرف، فما في شي بفيد بحالتك غير التصعيد. صعدي وارفعي الصوت قد ما فيك. أمتى بدك التصريح؟ اليوم عشية بحكيك. أهلاً 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 أميرة، خليني أعرفك على سدينا طبيقته للأستاذ يونس جبران، بس هي معنا فرجبها. تفضلي تفضلي. أهلاً أهلاً فيك أميرة. بتكون أختها لتمارا، المرحومة تمارا. إن شاء الله تكون روحها بالسنة. أنا لازم أمشي. يوسف عمرة هيديك الساعة، يوسف عمرة! خالصو؟ هيك قال جوارجي؟ ايه، مع انه شكله بتفكره حقيقي. هيكون عم بغشك هيدا. لو كان عم بغشني كان ابني اشترى الخاتم مني. بتعرفي لو كان حقيقي كان فادنا كثير بالحمله اللي بدنا نعملها ضد يونس. متأكده انه فوق بيجو؟ ايه هيك خبرني الجوهرجي انها مجوهرات مزيفه، وانا رحت لعند محل اكسسوار وسألته قد ايه بيطلع حق الخاتم. قلت يعني بتأكد إذا جوهرجي صادق إيه أو لا. قد ايه قلت سعره؟ 90,000. 90,000؟ آه على اللبناني، بس أكيد سعره أكثر من هيك، كرمال هيك ما قبلت بيعه. شو بدك تبيعي منه؟ مش حرزان أصلاً. أصلاً أنا ما كان بدي بيعه لأنه ذكرى من المرحومة.